السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم إكرام بريستيج. شكرا للناس اللي كتدعمني، الله يحفظكم يا ربي، جزاكم الله خير. غادي نشارك معكم إن شاء الله هاد الحلوى اللي كتجي زوينة واقتصادية ورائعة بطريقة سهلة. مهم ما نطولش عليكم، بقوا معايا لآخر الفيديو كما كتشوفوا معايا. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع المقادير وطريقة التحضير خليكم مع الصور لآخر الفيديو. كما كتشوفوا معايا عندي 4 البيضات، حطيتهم في إناء وقليل من الملح وزدت عليهم. كل بيضة عبرت 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، نفس العبار ديال الدقيق، وعندي فانيا وساشيه ديال خمارة الحلويات. وبالنسبه للدقيق حتى هو كنعبر بالمعلق، يعني كل بيضه كنعبر 2 معالق. شوفوا معايا بالنسبة للدقيق مغرب له وكنزيد نغرب له، وبالنسبة للفانيا حتى هي زدتها. الكاميرا كانت حابسة وانا كنسحب لي كنصور. كما كتشوفوا معايا كندهن ورق الفرن بشويه ديال الزيت، غير شويه باش الجينواز ما تلصقش ليا. صافي نقادها مزيان، وبالنسبه للفران انا مسخناه. صافي كما كتشوفوا معايا، من بعد ما طيبت الجينواز خرجتها من الفران، خذت لي الوقت تقريبا 10 دقائق. غادي نحيدها ونخليها تبرد، وغادي نحضر جينواز واحده اخرى نفس العبار. المهم انا صورت غير واحده.
وبالنسبة للكراميل عندي كاس سكر سنيدة بالعبارة العنبة، غادي نخليه حتى يذوب. صافي، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نزيد طانيط كراميل، صافي. من بعد كنخليه برد، وهذا هو الشكل ديال الكراميل اللي يمكننا نستعملوه في بزاف الحوايج، في الصابلي او في بزاف الحلويات. وبالنسبه للكريمه عندي طرو، غادي نقسمها على جوج وغادي نطلعها مزيان بالضراب، النص غادي نخلط معاه الكراميل والنص نخليه عادي. وبالنسبه للكريمه كاين اللي كتكون حلوه وكاين اللي كتزيدوا فيها السكر، انا هذه عندي ما زدتش فيها السكر. غادي نزيد جوج معالق كبار ديال الكراميل، كما كتشوفوا معايا عندي كميه ديال اللوز والكركاح، غادي نطحنهم. كما كتشوفوا معايا كنمونطي الحلوى، حطيت الطبقه الاولى وسقيتها بالقهوه وزدت الطبقه ديال الكريمه، المهم كان التليفون واقف نفس الغلط كيوقع ليا. صافي، غادي نقادها مزيان. Thank you.
كتشوفوا معايا غادي نزيد اللوز والكركاح، غادي يجي في الوسط، وغادي نزيد الطبقه الثانيه ديال الجينواز ونسقيها بالقهوه ونغطيها بالكريمه ونطلعها. كما كتشوفوا معايا عندي كاوكاو فيلي، او يمكن لكم تستعملوا لوز فيلي اللي متوفر عندكم. وللتزيين، بالنسبه للتزيين كيبقى حسب الذوق وحسب اختياركم. صافي، وغادي ندخلها للفريكو نخليها جوج سوايع، وغادي نحضر الكلاصاج للتزيين. بالنسبه للكلاصاج عندي الشكلاط الابيض وجوج دانيت، غادي نذوب الشكلاط الابيض في حمام مائي. من بعد ما ذوبته غادي نخلط معاه دانيت الكراميل، صافي خرجتها من الفريكو. بالنسبة للكلاصاج ما يكون سخون بزاف، غادي نغطي به الوجه كامل.
هذا هو الشكل النهائي للحلوى، كتجي زوينة واقتصادية والمذاق يا سلام. شكرا على المتابعة، جزاكم الله خير، في أمان الله وحفظه، نتلقى في فيديو جديد إن شاء الله مع وصفة جديدة.